لو الحكاية فيها إن فيديو كولاجين مفيد جدا أيا كان بتاخديه إمبولات أو بتاخديه كبسولات. تمام؟ هو الكبسولات بتاخدي كبسولة واحدة في اليوم، بس قدامها إيه اللي بيحصل؟ عشان الكبسولة تتهضم، فإحنا هندخل بقى من الكبد اللي يحاول يهضمها، العصارة صفراء والبنكرياس، وهتلاقي نفسك أنت بتتعبي حاجات جوه عشان خاطر تاخدي شكل بره وأنت عندك بدايل. فأنا ما أنصحش تماما بالكبسولات يا جماعة، حطوها على جنب. محدش عارف قدام هنحتاج العصارات والحاجات اللي جوه جسمنا دي يمكن في بعد الشهر حاجه تانية. فانا ما بقولش خدوا كبسولات ابدا. الامبولات موجوده باسعار مختلفه جدا، في شركات مصريه عملتها وتحفه بجد بجد تحفه، وكمان الناس تيجي من بره بتاخدها بجد انا شفت والله قدامي في الصيدليه بالكرتونه، يعني فعلا المصري، المنتج المصري ده شركه مصريه معروفه يعني. وليه؟ لان سعرها تقريبا يعني مش مكمل 30% من سعر المنتج الاجنبي. استخدمت ده واستخدمت ده، لقيت ان نفس التكوين بالظبط، بس الناس تجري على الحاجه الاجنبي دي. تاني حاجه الامبولات ما بتعوضش دايما، الحاجه اللي بنحطها من بره ما بتعوضش زي ما يكون ان الحاجه نبع من جوانا، لازم في مكمل من جوه. فالناس تقول لك خدي امبولات وخدي التابلتس، لا الغوا بقى كل ده خالص. وفي حاجه دلوقتي جديده تحفه، هو ده اللي بينشط الكولاجين، وهو ده اللي بيطلع الكولاجين تاني للبشره زي ما كنا بيبي، اللي هو ايه؟ اللي هي حاجه اسمها الديرما رولر. الديرما رولر دي، ده مش ماركه، دي مش الماركه بتاعتها، ده حاجه بتتجاب من على اي سايت او من عند اي دكتور جلديه، تقدري تقولي له لو سمحت هاتي واحده. هي عباره عن زي عجله كده صغيره وليها ايد زي فرشه السنان، بيكون فيها سنون رفيعة قوي، بتبدا من تقريبا نص ملي لواحد ونص، دي اقصى حاجه. ما انصحش خالص بالواحد ونص في الاول عشان الناس هتحس ان هي وجعاهم، فبرده مش هيواظبوا عليها. النص ملي دي يعني ارفع من مسام الوش، اي حد يستحملها. بنبدا نمشي بيها بحركات واحده، يعني ثلاث مرات فوق، ثلاث مرات يعني ثلاث مرات بالطول، ثلاثه بالعرض، ثلاثه بميل، ثلاثه بالميل الناحيه الثانيه. باخد جزء جزء من وشي. اول مره تحسي شويه ان انت حاسه، يعني تحسي مش احمر وسخن كده، دي اشاره ان انت وشك وصل للمرحله ان هو اتفتح، المسام الدوره الدمويه جريت، هيبدا يفرز شويه من الكولاجين. تاني مره تيجي تعملي مرتين ماكسيمم في الاسبوع. تاني مره تيجي تعمليها تحسي انت بتبدي تتغذي عليها، من اول تالت مره انت هتعملي بسرعه وخلاص انت مش تبقي حاسه. وبنبدا نكبر بقى بالديرما رولر، يعني انا هقعد مثلا شهرين شغاله مثلا بنص ملي، والله عايزه نتيجه اقوى واحلى، يبقى هروح مثلا للملي بعد كده للملي ونص. بتعمل ايه بقى؟ بتحول الوش بجد، يعني يعني فعلا انت لو جيتي على الديرما رولر، الديرما رولر تقريبا تلات شهور خلاص انت بترجعي 10 سنين. بمعنى يعني كل الرينكلز الرفيعه اللي حتى ما بيقدرش عليها ولا بوتوكس ولا فيلر، خلي بالك ان في اللي هي خطوط رفيعه قوي اللي تحت العين القريبه قوي دي ما بتتعملش بوتوكس ولا فيلر ولا خيوط ولا حاجه، وبيبان من هنا السن. يعني الناس كلها بتعمل فيلر بوتوكس تقول لك لا بس تحت عينيها، يعني بيعمل كل ده ومش قادر يعمل دي ما بتتعملش، هي مفيش حاجه هنا بتيجي تتعمل. فما بتحتاجيش بقى كل الكلام ده، كل الخطوط الرفيعه بتروح، الوش بيفتحي جدا، الالاستيشن اللي هي اسمها سمك الجلد نفسه بيتقل، بتاع يعني جلد البشره نفسه بيتخن، فما بيتاثرش باي عوامل بسرعه، ما بتتحرقيش بسرعه من الشمس. بصي حاجات كتير قوي. ويا سلام بقى لو انت خلصتي وحطيتي على طول بعد ما عملتي الجلسه دي حطيتي حاجه فيها فيتامين سي، متوفره في كل الصيدليات باسعار مختلفه. فيتامين سي احلى علاج للبشره، يعني فعلا فيتامين سي بقى بتتجاب، هي نقط كده بتبقى قطاره كده، حطي تقريبا نقطتين مش بكتر خالص، وبيمتصوا البشره بسرعه جدا لان بتبقى اوريدي متفتحه تماما.